بالعالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى إخوانه النبيين وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، فإن علماء أهل السنة والجماعة أقروا أن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف أمر يحبه الله ويحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاحتفال بالمولد النبوي الشريف ليس أمرا قبيحا كما يذكره الوهابية. الوهابي يقول الاحتفال بالمولد بدعة، يريد أن يقول أنه حرام لا يجوز. ليس إطلاق كلمة البدعة مراد بذلك أنه أمر مذموم، لأن البدعة في الشرع إما أن تكون بدعة محرمة أو بدعة محرمة مذمومة أو بدعة حسنة ليست مذمومة. الشرع قسم البدعة على قسمين، بدعة حسنة وبدعة سيئة. أما الاحتفال بمولد النبي محمد عليه الصلاة والسلام فقد أقره العلماء من أهل السنة، مالكية وشافعية وحنابلة وحنفية، كلهم أقروا على أن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف أمر حسن لا يخالف شرع الله، بدعة حسنة. أما الدليل على أنه يوجد بدعة حسنة وبدعة سيئة، قال الله سبحانه وتعالى: وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. الله سبحانه وتعالى بيّن لنا أن الحواريين المسلمين ابتدعوا رهبانية، وهي الانقطاع عن الشهوات والانقطاع عن النساء. الحواريون هم تلامذة المسيح، ابتدعوا شيئا ما فرضها الله عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، فهذا يبين لنا أنها بدعة حسنة. الله سبحانه وتعالى قال: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. هم أرادوا الابتعاد عن الشهوات وعن النساء ففعلوا الرهبانية، أي ترك الشهوات، هذا معناه الانقطاع عن الشهوات والنساء. وكان أمرهم أنه كانوا يبتعدون عن ملذات الدنيا ويبتعدون عن الزواج ابتغاء مرضات الله. هذه الآية الله يبين لنا أن الله مدحهم على صنيعهم، فتبين أنه يوجد بدعة حسنة. والدليل الثاني قول الرسول عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. هذا الحديث رواه مسلم، يبين لنا هذا الحديث أنه يوجد سنة سيئة ويوجد سنة حسنة. سنة سيئة ويقال عنها بدعة سيئة، بدعة سيئة يعني بدعة تخالف شرع الله، ويقال بدعة حسنة أي سنة حسنة لا تخالف شرع الله عز وجل. الرسول قال عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. عندما نذكر للوهابي هذا الحديث
يقول لك هذا الحديث لأمر خاص. الرسول عليه الصلاة والسلام مرة دخل المسجد فرأى أناسا فقراء شديدي الفقر، فحس الناس على الصدقة، فتصدق الناس لهؤلاء الفقراء حتى اجتمع مال كثير. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها. والرسول قال في هذا الحديث: من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده. يقولون خاص، هذا الكلام عام، الكلام عام لكل أمر، إن كان هذا الأمر موافق للشرع يقبل، إن لم يكن موافقا للشرع لا يقبل. بدليل حديث آخر، نبينا عليه الصلاة والسلام عندما وجد شخص يغش في الطعام قال له في الطعام قال له: من غشنا فليس منا، أي ليس على طريقتنا ونهجنا. والحديث يتعلق في الغش في الطعام. هل يقال أن هذا الحديث خاص في الغش في الطعام؟ فإذا من غش في القماش أو في الزيت أو في السكر لا ينطبق عليه هذا الحديث ويقال حديث خاص؟ من أين أتوا بهذا الكلام؟ هذه قاعدة تطبق على كل فعل يحصل بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. يوجد أمور حصلت بعد الصحابة فعلها التابعون، هذه الأمور توافق شرع الله فتسمى سنة حسنة أو بدعة حسنة. أمر حديث حصل بعد الصحابة وبعد رسول الله ولكن يوافق شرع الله فيسمى بدعة حسنة. فإن قالوا الرسول عليه الصلاة والسلام قال: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، هذا الحديث صحيح، ولكن كل هنا معناها أكثر البدع، بدع ضلالة، ليس معناه شامل لكل البدع، بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: كل عين زانية. الرسول قال: كل عين زانية. والمسلمون يعتقدون أن أعين الأنبياء والملائكة ليست زانية، فقول الرسول كل عين زانية يعني كثير من الناس يقعون بمعصية العين، وليس معناه كل عين تقع بمعصية العين. الأنبياء أعينهم لا تزني وأعين الملائكة كذلك. فكلمة كل في حديث رسول الله كل عين زانية معناه أكثر أعين الناس تقع في المعصية وليس الشاملة لكل العيون. وكذلك حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام كل بضعة ضلالة وكل ضلالة في النار، يعني تدمر كل شيء. هل دمرت كل شيء؟ هل دمرت كل الأرض؟ لا، ولكن أكثر الأشياء. فقول الرسول كل بدعة ضلالة معناه أكثر البدع. هذا الذي ذكره الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم، قال أكثر البدع، كل معناه أكثر البدع. فإن قالوا، وهكذا دائما يعيدون الوهابية، ما احتفل الرسول بمولده فكيف تحتفل به أنت؟ يقولون الرسول لم يحتفل بمولده. فقل: ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه وفيه أنزل علي. في هذا الحديث إشارة إلى استحباب صيام الأيام التي يتجدد فيها نعم الله على عباده، وإن من أعظم النعم التي أنعم الله بها علينا هي إظهاره عليه الصلاة والسلام وبعثته وإرساله إلينا، فنحتفل بيوم مولده من باب الشكر لله. الله سبحانه وتعالى قال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. فهذا نعمة عظيمة، فتحتفل من باب الشكر لله عز وجل أن أنعم عليك نعمة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فيقولون لك: ولكن الصحابة لم يفعلوه،
لم يحتفلوا بمولده، قل لهم الترك في الشرع ليس معناه التحريم، فإن تركوه فهذا ليس دليل التحريم. ليس معنى أن الصحابة لم يحتفلوا بمولد النبي صار معناه حرام. كم من أشياء فعلها التابعون لم يفعلها الصحابة، هل معنى ذلك صار حراما؟ هل هذه قاعدة؟ من أين أتوا بهذه القاعدة؟ النبي لم يفعلها فصار حراما، هذه قاعدة؟ هذه ليست قاعدة. يقولون الصحابة لم يفعلها فصارت حراما، هذه ليست قاعدة. يوجد أمور كثيرة فعلها التابعون بعد الصحابة وأجازها العلماء، وأحيانا تكون واجبة. فإن قالوا أنت أفضل من الصحابة كعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، قل لهم لست أفضل من هؤلاء الأكابر مطلقا. وحتى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ليس أفضل منهم، لكنه أحدث في الدين ما لم يحدثوه هم، فأقام المحاريب المجوفة. وهم ما فعلوا هذا في المساجد الآن، كل مسجد تدخل ترى محراب مجوف ليبين للناس اتجاه القبلة. هذا عمر بن عبد العزيز هو الذي أحدث هذا الأمر، الصحابة ما فعلوه. هل معنى هذا أن عمر بن عبد العزيز أفضل من الصحابة؟ لا. وكذلك قل لهم يحيى بن يعمر كان تابعيا فقط، هو نقط المصحف. يحيى بن يعمر ليس من الصحابة، ولكن هو أول من نقط المصحف، وضع النقطة للنون والنقطة للباء والنقطتين للتاء والنقطة للجيم، ووضع الفتحة والضمة والكسرة، تبع شيئا لم يكن أيام الصحابة، هو فعله، لم يفعله الرسول ولا فعله الصحابة. فليس الأمر كما تقولون موافقا للشرع أم مخالفا له. الصحابة وكان هذا الفعل موافقا للشرع على العين والرأس، لم يكن موافقا للشرع نرفضه ونرميه بعرض الحائط. فإن قالوا الموالد يكثر فيها الرقص والمعاصي والمفاسد، لذا لا بد من محاربتها بمنع الموالد وتحريمها، فقل إفساد بعض الجهال لما هو بالأصل حسن ليس موجبا لتحريم الأصل الصحيح. إذا جاء أناس وفعلوا أشياء في المولد النبوي مخالف للشرع نقول لهم هذا حرام، أما المولد ليس حرام. نصلح للناس الفساد الذي يفعلونه ولا نحرم الأمور التي هي حسنة في شرع الله. كم من أناس يفسدون في الصلاة، يصلون وصلاتهم غير صحيحة، يفسدون في صلواتهم، يفعلون أشياء محرمة في صلواتهم، هل نقول لا تصلوا؟ كم من أناس يذهبون إلى السوق ويفعلون المعاملات المحرمة، هل نقول لهم لا تذهبوا إلى السوق؟ نقول لهم تعلموا كيف تشتروا وتعلموا كيف تبيعوا حتى لا تقعوا في المعاملات المحرمة. لا نحرم لهم عليهم الذهاب إلى السوق لأنه يوجد أناس يفعلون المعاملات المحرمة. ما هذه القاعدة التي أتى بها هؤلاء الوهابية؟ عقولهم منكوسة وأفهامهم منكوسة والعياذ بالله تعالى. فإذا احتفالنا بالمولد النبوي الشريف هو شكر لله عز وجل أن أرسل إلينا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم الذي هو رحمة للعالمين. من مئات السنين جرت عادة المسلمين على الاحتفال بمولد النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وليس كما يزعم الوهابية أن الذي ابتدعه الفاطمية. انظروا ما يقول ابن كثير، ابن كثير الوهابية يحبونه. انظروا ما قال ابن مولد الملك المظفر ملك إربل، وكان تقيا شجاعا يخاف الله، وافقه العلماء على هذا الفعل، وكان ينفق الإنفاق الكبير على الفقراء وعلى الفقراء والمساكين، حتى أن العلماء أقروه على هذا. الإمام السيوطي
أقره على هذا، حتى الذهبي الذي يحبه الوهابية أقر الملك المظفر على هذا الفعل، وهو من قال أن أول من فعل المولد وجعله عملا رسميا تقره الملوك هو الملك المظفر الذي تزوج أخت السلطان صلاح الدين الأيوبي ملك إربل، وكان ملكا شجاعا تقيا صالحا، وكان من المجاهدين، مات وهو يحاصر الفرنجة، هو أول من فعل احتفالا كبيرا للمولد النبوي الشريف. فجاء الحافظ ابن دحية، الحافظ ابن دحية المغربي الأندلسي المالكي، فوجده يحتفل احتفال كبير بالمولد النبوي، فألف كتابا بالمولد. وجاء السيوطي والسخاوي وابن حجر العسقلاني وغيرهم كثير من العلماء من المذاهب الأربعة أقروا هذا الفعل، حتى جاء هؤلاء الوهابية ليخالفوا الاحتفال بالمولد. أمر عجيب، يقولون الرسول ما فعله، نقول لهم الرسول عليه الصلاة والسلام ما جعل النقط على الحروف، الرسول عليه الصلاة والسلام لم يجمع القرآن في مصحف، فعله الصحابة، أبو بكر جمع القرآن في مصحف، وكذلك عثمان بن عفان. أمرهم عجيب، فهمهم منكوس هؤلاء الوهابية. كم من أشياء يعملونها لم يفعلها الرسول ولا أمر بها، زيادة أذان ثان يوم الجمعة فعله سيدنا عثمان رضي الله عنه في أيام الرسول وأيام أبو بكر وأيام عمر الخطاب، أذان واحد ليوم الجمعة، كثر الناس في المدينة فزاد سيدنا عثمان أذانا ثاني لصلاة الجمعة، صلاة التراويح جماعة، قال سيدنا عمر رضي الله عنه عندما جمع الناس خلف إمام واحد، جمع الناس خلف أبي بن كعب، قال نعمة البدعة هذه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى قيام رمضان فرأى الناس يصلون خلفه، فدخل بيته وصار يصلي في بيته، فصار الناس كل واحد يصلي لوحده أو جماعة صغيرة، فدخل عمر بن الخطاب مرة في خلافته إلى المسجد فرأى الناس أوزاع فجمعهم، قال لأجمعنهم خلف إمام واحد، فجمعهم خلف أبي بن كعب أقرأ الصحابة. في الليلة التي بعدها دخل عمر بن الخطاب فرأى الناس جماعة واحدة خلف إمام واحد في صلاة التراويح، فقال نعمة البدعة هذه، نعمة البدعة هذه، قال عنها نعمة البدعة، بدعة يعني أمر مستحدث لا يخالف ولكن لا تخالف شرع الله. عمل المآذن، صلاة ركعتين قبل القتل فعلها خبيب رضي الله عنه، خبيب الرسول أرسله عليه الصلاة والسلام ليعلم الناس الدين، فأخذه الكفار ليقتلوه، وأخذه كفار قريش أرادوا قتله، قال لهم تركوني أصلي ركعتين قبل أن تقتلوني، فقام فصلى ركعتين لله تعالى. أبو هريرة قال هو أول من سن صلاة ركعتين قبل القتل، الرسول ما علمه هذا، فهذه بدعة حسنة. مسجد الرسول لم يكن في مأذنة، التابعون عمر بن عبد العزيز هو أول من بنى المساجد بمئذنة، هذا أمر مستحدث ولا يخالف شرع الله. جمع المصاحف، عمل المحارب، القرآن الكريم ما كان فيه همزة ولا شدة ولم يكن منقط ولم يكن مجموع في كتاب واحد عندما أملاه الرسول على الصحابة رضوان الله عليهم. ثم بعض العلماء الأتقياء عمل هذه الأشياء من التنقيط والتشكيل والشدة والهمزة. علم النحو، كل من أراد أن يتعلم علم الحديث ويتعلم قراءة القرآن، من أراد أن يقرأ حديث رسول الله عليه أن يتعلم علم النحو حتى لا يخطئ ويفهم كلام رسول الله. هل الرسول علم علم النحو؟ الصحابة كانوا يتكلمون اللغة العربية على السليقة. الآن من أراد أن يصير عالما شرعيا لا بد أن يتعلم علم النحو، وهذا علم مبتدع، بدعة هذه، ولكنها بدعة حسنة، بدعة حسنة. علم الحديث يقال هذا حديث حسن وحديث صحيح
وحديث ضعيف، هذا علم مستحدث حتى يعرف كلام رسول الله الصحيح والكلام المكذوب على رسول الله. استحدث العلماء علما في علم اسمه علم الحديث لم يكن في عهد الصحابة، فلذلك يوجد أشياء فعلها التابعون وتابعو التابعين، وهذا أمر يعتبر بدعة حسنة لا تخالف شرع الله. القاعدة إذا لم يفعلها الرسول صارت حرام، من أين أتوا بهذه القاعدة؟ من أين أتوا إذا الرسول لم يفعلها صارت حراما؟ فإذا ليرفع النقط عن المصحف، ليرفع الفتحة والضمة والكسرة عن المصحف، وليقولوا ما فعلها الرسول، كلامهم سقيم لا يخالف لشرع الله. هؤلاء يتركون أشياء بدعة ولا ينكرونها، وإذا سمعوا بمولد النبي عليه الصلاة والسلام ينكرونها. لماذا لم ينكر المولد الذهبي؟ لماذا لم ينكر المولد ابن كثير؟ لماذا لم ينكر المولد السخاوي؟ لماذا لم ينكر أكثر البلاد، كل البلاد الإسلامية يحتفلون بالمولد من مشارق الأرض ومغاربها إلا بلد الوهابية. هؤلاء هم النكرة، هم الذين يخالفون شرع الله، خالفوا أهل السنة، خالفوا المسلمين، ثم يقولون الفاطمية هم أول من ابتدع المولد. كذبوا، فليرجعوا إلى كتاب التاريخ لابن كثير الذي يحبونه حبا كثيرا لأنه تلميذ ابن تيمية، حتى أن ابن تيمية في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم قال الذي يحتفل بالمولد يثاب على نيته، يثاب على نيته، إن كانت نيته حبا برسول الله له الثواب. ابن تيمية قال هذا الكلام، ولكن زعيمهم محمد بن عبد الوهاب كان ينكر احتفال المولد لأنه يكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكره لرسول الله حارب الاحتفال بمولد النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ماذا موجود في المولد؟ قراءة القرآن، ينكر على الناس قراءة القرآن؟ هل ينكر على الناس مدح الرسول عليه الصلاة والسلام؟ والله مدح الرسول، وإنك على خلق عظيم، الله مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، مدحه وإنك لعلى خلق عظيم، الله مدحه، أرسله الله رحمة للعالمين. الصحابة مدح الرسول، حسان بن ثابت شاعر رسول الله كان يمدح رسول الله أمامه مدحه، كذلك بعض الصحابة مدح الرسول عليه الصلاة والسلام، إن الرسول لنور يستضاء به وسيف من سيوف الله مسلول. كعب بن زهير قالها أمام رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما قال له الرسول اسكت كيف تمدحني، هذا أمر منكر. مدح الرسول لا ينكر، ذكر الله لا ينكر، قراءة القرآن لا ينكر، إطعام الطعام للناس لا ينكر، والرسول عليه الصلاة والسلام قال افشوا السلام وصلوا الأرحام وأطعموا الطعام تدخلوا الجنة بسلام. ماذا في المولد حتى ينكرونه؟ قراءة القرآن تنكر؟ هؤلاء عقولهم سقيمة مريضة لا تسمع إليهم. هؤلاء يحبون اليهود لا يحبون الإسلام، احذروهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا فتنتهم. قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا تجتمع أمتي على ضلالة، واجتمعت أمة محمد على احتفال بالمولد في مشارق الأرض ومغاربها، أهل أفريقيا وأهل أوروبا وأهل آسيا وأهل أمريكا من المسلمين يحتفلون بالمولد النبوي الشريف، والنبي عليه الصلاة والسلام قال ومن شذ شذ في النار، والوهابية شذوا عن أمة محمد عليه الصلاة والسلام فهم في النار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا احتفالنا بالمولد النبوي الشريف، وأن يجعله ذخرا لنا من الثواب، وأن يجنبنا فتنة الوهابية، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم.